تصريحات متنوعة ومهمة للمهاجم المغربي أمين عدلي أولا بخصوص لعبه كرأس حربة في قمة يوم أمس بين بايرن ميونخ وبايرن ليفركوزن، ما قاله كذلك عن خيبة الإقصاء من ثمن نهائي كأس أفريقيا، ويعني رأي اللاعبين في تجديد الثقة بالناخب الوطني وليد ركراكي. البداية بالشق الذي يتعلق بلعبه كرأس حربة يوم أمس، فممكن نقول أن تشابي ألونسو يقدم خدمة جيدة للناخب الوطني وليد ركراكي أنه كيحاول أنه يلعب أمين عدلي كرأس حربة. كنا عارفين في المنتخب المغربي عندنا مشكل كبير مع يعني رؤوس الحربة اللي عندنا، لا نصيري ولا تيسيو دالي ولا الكعبي، وبدرجة كبار يوسف نصيري بطبيعة الحال ما قدموش المرجو منهم في كأس إفريقيا الماضية. فهو أمين عدلي البارح لعب كرأس حربة ولو أنه ما سجلش، ولكن ممكن إذا بقى كيلعب في هذا المركز في المباريات القادمة نشوفه يعني رأس حربة جديد يكون كخيار من خيارات وليد ركراكي في هذا المركز هذا. وبخصوص ما قاله بعد المباراة بخصوص هذا المركز، قال بالضبط: أعتقد أن المدرب وضع نهجا تكتيكيا على أرض الواقع وكان بحاجة لي كمهاجم كرأس حربة. أنا متعود على اللعب في هذا المركز، وقد نقول أنه بإمكاني اللعب في كافة المراكز في خط الهجوم، وطبعا هو يلعب كجناح أيسر جناح أيمن مهاجم مهمي وكذلك كرأس حربة. قال أيضا: صحيح أنه من الصعب على عنصر ببنية جسمانية مثلي أن يلعب في هذا المركز، لكن المدرب طلب مني ألا أتحرك كثيرا، ومع فيرت كنت أتفاهم معه جيدا وكانت الأمور سهلة بعض الشيء. واليوم كان من المهم بالنسبة للفريق القيام بمباراة جماعية كهذه، وكان من الضروري أن نقوم بأكملنا بمجهودات. أمين عدلي كان ناشط في تحركات ديالوش، كان يعني ثنائية مع يعني الأجنحة اللي كانوا معه، ولكن يعني ضيع بعض الفرص، ما كانش فرص سهلة، ولكن عموما كان ممكن أنه يسجل هدف على الأقل، فتقريبا فرصتين أو ثلاث فرص اللي ما قدرش أنه يترجمهم لأهداف محققة، ولكن ما كانوش فرص سهلة كيف ما قلنا بطبيعة الحال. أما بخصوص خيبة الأمل من الإقصاء من كأس إفريقيا وشنو رأيه هو ورأي اللاعبين بتجديد ثقة من في الناخب الوطني وليد ركراكي، فقال في هذا الصدد ما يلي: أنا آسف، ليست هناك كلمات للتعبير عن الإقصاء المر. أعتقد أنكم شاهدتم لأي حد كنت مساء جدا بعد الإقصاء. الشعب المغربي بأكمله كان مساء. كنت أرغب من كل قلبي أن أبصم على كأس أفريقيا مميزة والفوز بلقب مع بلدي. ستكون لنا إن شاء الله فرص أخرى، وأتمنى أن يستمر المغاربة في دعمنا رغم أنهم ساندونا بالفعل بعد الخسارة. أشكرهم على كل شيء، فقد كانوا يدعمونني بشكل خاص وبشكل لا يصدق. وأضاف: أشكرهم جزيلا، وأتمنى أن نكون قادرين على القيام بالأفضل إن شاء الله والمضي قدما. وبخصوص تجديد الثقة في وليد ركراكي قال: أنا سعيد وكل اللاعبين كلهم يدعمون المدرب، وأعتقد أنه لم يكن هناك أي مجال لمسألة رحيله. إنه مثل الأخ الكبير وشخص مهم جدا بالنسبة لنا، إنه مدرب كبير ونحن جميعا معه ونحبه كثيرا. الإخفاقات جزء من كرة القدم. المدرب كان يود أيضا من قلبه أن يقوم بشيء عظيم من أجل كل المغاربة، لكننا سنعود معه ومع كافة طاقمه إن شاء الله أكثر قوة، يضيف أمين عدلي. وتصريحاته هي ممكن نعتبرها يعني دليل واضح على أنه لم يعتزل كما يظن البعض، وما غاديش يبعد عن المنتخب المغربي كما يظن البعض من بعد ما يعني مسح يعني جميع صوره بقميص المنتخب المغربي على حسابه في الإنستغرام. بالنسبة لرد الاتحاد الأردني حول إمكانية رحيل الحسين عمودة من بعد ما الحسين يوم أمس بعد النهائي نهائي كأس آسيا كلمح إلى أنه من الممكن أنه يغادر منتخب الأردن يعني ويحل عن تدريب منتخب الأردن، فنائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم السيد مروان جمعة أكد أن الاتحاد الأردني متشبت جدا بخدمات الحسين عمودة، وأن العقد لكي ربط عمودة مع الاتحاد الأردني واضح جدا. فقال في تصريحات لقناة المملكة الأردنية جاء فيها ما يلي: لدينا عقد واضح مع المدرب العموتة، وبإذن الله سنستمر سويا في إكمال
المسيرة وتابع: نحن نعمل كمنظومة متكاملة، والمدرب عموتا لعب دورا واضحا وكبيرا وله تأثير على اللاعبين، لكن نحن لدينا مواهب عظيمة في المنتخب وجميعهم قدموا أيضا أداء كبيرا. وأضاف: فريقنا متكامل ويلعب كرة القدم حديثة، ونحن سنبني على هذا الإنجاز. يجب ألا نقف عند هذا الحد، وهذه مسؤوليتنا كاتحاد. وأضاف: كسبنا احترام الجميع ولدينا المقدرة على المنافسة في جميع البطولات، وهذا المنتخب يستحق الدعم لأنه أفرح كل الأردنيين. فواضح أن الاتحاد الأردني باغي الحسين عموتة يستمر معهم. الحسين كان قال البارح أنه عنده واحد ظروف عائلية اللي ممكن تكون هي السبب أنه ممكن يرحل على المنتخب الأردني، ولكن في نهاية المطاف يبدو أن يعني حسين سيستمر كناخب وطني لمنتخب الأردن. الاتحاد الأردني كان قال يعني قبل أيام قليلة أن الهدف الأسمى من التعاقد مع الحسين عموتة هو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا، وبالتالي فكلها معطيات كتلمح إلى أن الحسين عموتة سيستمر كناخب وطني، خصوصا أن تصفيات المؤهلة لكأس العالم ستنطلق في يونيو من العام من هذا السنة، فكان يعني وقت كافي باش أن عموتة يستريح وباش أنه يرجع لاستكمال مسيرته مع المنتخب الأردن. والختام بخبر يتعلق بتعديل مرتقب في قانون المدرب المحلي في البطولة الوطنية وفي المغرب بصفة عامة. فبحسب تقارير إعلامية منها موقع البطولة، أكدوا أن العصبة الاحترافية لكرة القدم تتجه إلى تعديل القانون الحالي الخاص بالمدربين، الذي يمنع أي مدرب من قيادة فريقين في القسم الأول خلال موسم كروي واحد. سيكون بإمكان المدربين حسب التعديلات المرتقبة خوض تجربتين رفقة فريقين في القسم الأول وثلاث تجارب بالنسبة لمدربي القسم الثاني. فمثلا مدرب كان درب واحد فريق معين وتمت الإقالة ديالو أو قدم الاستقالة، فممكن في هذاك الموسم يعاود يدرب فريق آخر في البطولة الوطنية الاحترافية، وفي القسم الثالث أو في القسم الثاني ممكن أنه يخوض ثلاث تجارب في موسم واحد. فهذا التعديل جاء نظرا لكون يعني بعض الأندية ملي كتقوم بإقالة المدربين ديالها كتقلب باش تجيب شي مدرب جديد ما كتلقاش يعني أسماء متوفرة، بحكم أنه كنعرفوا أنه في البطولة الوطنية مؤخرا في السنين الأخيرة كتم إقالة مجموعة من المدربين، بزاف المدربين في الموسم الواحد، وبالتالي كيولي هاد المدربين كاملين ما يمكن لهمش أنهم يدربوا أندية أخرى في نفس الموسم. فالفريق ملي كيبقي تيبغي يبحث على مدرب جديد ما كيلقاش خيارات كثيرة وما كيلقاش أسماء لامعة، كيضطر أنه يجيب مدربين من مصر من تونس على وجه الخصوص، وكيكون يعني ما قادرش أنه يجيب مدرب وطني يعني مغربي.